طيب فتشوا الشقة كويس واستجوبوا الجيران واستعجل الطبيب الشرعي. حاضر يا فندم. جاهز هنا؟ ايوه بالفوق عند الست. مساء الخير يا دكتور. اهلا. ازاي الحال؟ انا اسف ما قدرتش استناك، شغل مفاجئ كالعاده. الحمد لله كله تمام والجنين في وضعه الطبيعي. الحمد لله. بس وحياتك يا مدام، انا عايزك الايام اللي جايه تكرري حقن الكالسيوم. حاضر. قول لي يا دكتور، ممكن اسافر اسكندريه اشوف ماما؟ اصل بقالي مده ما شفتهاش. بس انا خايف السفر يتعبك. اذا كانت يا ست وحشتك قوي ابعتي لها وهي تيجي. اسيبك منها يا دكتور، سفري انا اقدر استغنى عنها يوم واحد. اتفضل. تصبح على خير. لحد دلوقتي الحاله ماشيه طبيعي. تفتكر دلوقتي مفيش خوف؟ بالتاكيد الحاله دلوقتي احسن من المرات اللي قبل كده، لكن برضو لازم نخلي بالنا، بلاش تجد نفسها. يعني تنام في السرير؟ مش كده، ممكن تخرج وتتمشى بس من غير اجهاد زياده. طيب يا دكتور متشكرين جدا. بعض. تصبح على خير. تصبح على خير. كده برضو حبيبتي عايزه تسافري وتسيبيني لوحدي؟ بطل الامور الباكج دي وقول الدكتور قال لك ايه. بيقول لك يا ستي ان سعادته المره دي مصمم انه يشرف. تفتكر يا محمود، انا كل مره بيبقى عندي امل وبفضل احلم وبعدين. لا 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 حبيبتي، لا لا اطمني، المره دي مختلفه خالص. انا عارفه قد ايه من زمان نفسك تكون اب. الو. ايوه يا حسن، ايه الاخبار؟ سالني على الزوج يا فندم في مكتبه، قال انه في اسكندريه بيخلص بضاعه من الجمرك وانه سافر يوم 18 الساعه 12 الظهر. ايوه خدنا اسم اللوكاندا اللي نازل فيها. طيب يا حسن استدعيه. ايوه على طول. ما فيش اخبار تانيه؟ طيب تصبح على خير. يعني ما قلتليش ايه اللي حصل؟ دي يا ستي الممثله الهام سامي. مال ليوها مخنوقه في الحمام وفي اشتباه انها تكون انتحرت. مش معقول، هتنتحر ليه؟ على العموم لسه التحريات هتوضح كل شيء، وفي كمان تقرير الطبيب الشرعي. محمود انا مش دايما اقول لك ما تقلعش والشباك مفتوح. امرك يا حبيبتي. لا حبيبتي مفيش حاجة. زوج المجني عليها وصل فن.
خليه يدخل. حاضر اتفضل. باقي في حياتك؟ حياتك الباقي يا فندم. سيجاره؟ متشكر ما بشربوش. احنا هناخد من حضرتك كلمتين. تحت امرك يا فندم. سين، الاسم والسن والمهنه. جيم، حسن احمد داوود، 50 سنه، رجل اعمال. سين، لما اتصلنا بيك قالوا لنا انك في اسكندريه، تقدر تثبت لنا بالظبط حضرتك كنت فين ليله ارتكاب الحادث؟ ايوه يا فندم، ليله الحادث انا ما خرجتش من الاوتيل. اوتيل ايه؟ البوريفاج. وفي الليله دي بالذات انا ما خرجتش خالص من الاوتيل، لاني كنت تعبان شويه وحرارتي مرتفعه والدكتور منعني من الخروج. استاذ حسن، ممكن تحكي لنا عن علاقتك بالمجني عليها؟ والله يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه بالظبط. معلش، هو حضرتك عارف ان اي معلومه هتقولها لنا هتفيدنا كتير. احنا كنا كويسين جدا، ومره واحده حسيت ان معاملتها اتغيرت. ازاي؟ حسيت ان في حاجه حصلت، حاجه غيرتها، مع اننا كنا بنحب بعض جدا، اتجوزنا عن حب، لكن بقى الناس ما بتسيبش الناس في حالها. عندكم اولاد؟ لا، ما كانتش راضيه تخلف. انا كان نفسي، لكن هي ما كانتش عايزه. طيب تفتكر ايه اللي غيرها؟ مش عارف، انا حاولت اديها فرصه، قلت نزوه وهتعدي، لكن هي كانت مصرة على الطلاق. أنا رفضت في الأول، كنت متصور إن كل حاجة ممكن ترجع لحالها، لأننا يعني ياما اختلفنا واصطلحنا، لكن المرة دي للأسف منه لله بقى اللي كان السبب. مين اللي كان السبب؟ ما أقدرش أتهم حد. زي ما حضرتك عارف، مراتي كانت فنانة، نجمة سينمائية، وباستمرار حواليها ناس كتير. طيب يا أستاذ حسن، عندك أقوال تانية تحب تضيفها؟ لا أبدا، مفيش حاجة. طيب متشكرين. شكر. إحنا هنحتاج لك في وقت قريب. أوي أوي. شكرا. طيب. ايه؟ سرحان في ايه يا محمود؟ قضية الهم سامي شغلاني شوية. من ناحية ايه؟ النهارده حققت مع جوزها واتضح لي انه في خلافات بينهم كتيرة. قصدك خلافات ممكن توصل للأكل؟ احتمال. Thank you.
أنا مصلح. أيوة يا محمود بيه، أنا هو مصلح. ممكن أدخل؟ تعال تعال. يا ساتر. إيه حكايتك؟ إيه اللي عامل فيك كده مصلح؟ الزمن والناس. سكن أمرا بصحيح. طب تعال معايا على المكتب. أصل أنا كنت فايت من هنا، قلت عدى أسلم. إزيك يا محمود بيه؟ يا ترى لسه فاكرني؟ أنت اللي كنت بتلف ورايا المدة دي كلها؟ أيوة يا بيه أنا. ليه؟ أصل كنت خايف ما تعرفنيش. 10 سنين يا محمود بيه عمر. اللي أنت برضك لسك عازب يا محمود بيه؟ اتجوزت. أحسن برضو. وخلفت يا محمود بيه؟ لسه مصلحي. أنت بتدور على حاجة؟ لا يا بيه ما بدورش. أنا بس أصلي خرمان، سجايري خلصت. أنا إيش معاك سجارة؟ وكمان مستوردة؟ من يوم ما اتعلمت شرب المدعوق ده وهو معلق في نافوخي. تقولش اتفطمت عليه. وايه اخبار البلد والناس اللي فيها؟ ماتت. يا مين اللي ماتت؟ عطيات مرات يا بيه. امتى؟ من 40 يوم بس. انا يا دوبك عملت الـ40 بتاعها وجيت. خلاص ما عدليش حاجه في البلد يا محمود بيه. الباقيه في حياتك يا ابو صلحي. سحبت بنتي في ايدي وجيت. بنتك؟ ايوه بنتي يا محمود بيه. بنتي طبعا. امال بنتي مين يعني؟ انت كنت خلفت؟ طبعا خلفت. انت نسيت يا محمود بيه ولا ما كنتش عارف؟ مع اني كنت فاكرك عارف. شوف ازاي. لكن لا لا. انت مشيت قبل داليا ما تتولد بـ6 شهور. بالظبط كده. انت مشيت في اغسطس وداليا اتولدت في فبراير. بالظبط كده. شوف انا حافظ التواريخ ازاي يا محمود بيه. 6 شهور. هما 6 ولا 5 يا محمود بيه؟ انا مش عرفت. كنت فاكرك عارف. اصل مراتي عطيات ما كانتش بتخلف. قعدت 5 سنين ما تخلفش. لكن انت جيت من هنا وهي حبلت من هنا. اللي اقول لي يا ابو حنفي، الاموره اللي كانت معاك النهارده في النادي مراتك ولا؟ شوف يا مصلحي، يظهر ان موت مراتك اثر فيك اكتر من لازم.
بس مش معنى كده انك تنسى نفسك للدرجة دي، انت فاهم؟ معلش يا محمود بيه انا اسف، ده بس من العشم، ده احنا ياما اكلنا سوا عيش وملح، ولا نسيت الايام دي يا محمود بيه؟ ما نسيتش يا مصلحي، وعشان كده انت لسه معايا هنا. دلوقتي تقدر تفهمني واحدة واحدة ايه الحكاية بالظبط؟ وايه اللي بتلف وتدور عايز تقوله؟ ابدا يا محمود بيه ابدا، الحكاية ان انا كنت فايت من هنا قلت عدى اسلم. اسمع يا جدع انت، بطل شغل الاستهبال ده بقى وفوق بقى، بعد السنين دي كلها جاي تلف ورايا وتتجسس عليا في كل حتة، وبعدين تنط لي في نص الليل عشان تقولي كلام فارغ بالشكل ده؟ ماتت حبلت ولدت، انت عايز ايه بالظبط؟ اقتلك بس مش دلوقتي، ثم انا لو قتلتك هستفيد ايه؟ انت اتجننت وانا صبرت عليك اكتر من اللازم. امشي اطلع بره. انت هتمشي ولا احطك في السجن؟ ما تقدرش يا محمود يا رفعت، لان بنتك الوحيده معايا. بنتي؟ مش ده خطك؟ حبيبتي هذا آخر خطاب مني، وليكتب الله لك السعادة مع زوجك ذو القلب الطيب وطفلك المنتظر. مش ده خطك؟ مش خطي طبعا. اتفضل اطلع بره، بلاش كلام فارغ. انت بتطردني يا محمود بيه؟ بتطردني من بيتك؟ ده انا كنت فاتح لك بيتي في اي وقت، ده انا كنت بعاملك زي اخويا واكتر. اعمل لك ايه يا ابو صلحي؟ انا مقدر موقفك طبعا، بس اللي بتقوله ده شيء خطير جدا. ايه اللي يخليك فجاه تشك في نفسك وفي مراتك وفي بنتك عشان حته ورقه ملهاش اي قيمه؟ اشك؟ يا ريت يا محمود بيه، يا ريت الحكايه كانت شك وبس، اللي انا الوحيد اللي في الدنيا الواسعه دي كلها اللي مش ممكن ابقى ابوها. ليه مش ممكن؟ تصور فضلت 10 سنين فاكر انها بنتي، كنت بحبها اكتر من نفسي، اديتها كل حاجه، كل اللي ممكن يديه اب لبنته واكتر، لحد ما اكتشفت الورقه دي بالصدفه. ساعتها الفار لعب في قلبي وجهنم طاقت في دماغي، جريت على الدكاتره، عملت تحليل تاني وتالت ورابع. لو كان واحد منهم بس قال لي اني كان ممكن اخلف. تصور انك تصحى في يوم تلاقيك مش انت، وتكتشف فجأة انك كنت عايش في كدبة، وان بنتك الوحيدة مش بنتك، عدوتك، بتكرهك، الشاهد الوحيد على عجزك. جايز تكون فعلا في موقف صعب، بس انا ايه المطلوب مني؟ انت اللي كنت بتزورنا على طول، وانا كنت مأمنك وبعتبرك اخويا وصاحبي، وكنت بثق فيك وفي الدنيا كلها. طب اشمعنى انا اللي اخترتني؟ ما انت كنت فاتح بيتك نادي لكل اصحابك، جعفر ابو دومه مأمور المركز، ومجدي عبد الخالق المهندس الزراعي، والاستاذ خشابي نظر المدرسه، وغيرهم وغيرهم. يعني ايه؟ يعني لولا تقدير لظروفك وللصداقه اللي كانت بينا، ما كنتش سمحت للموقف انه اتطور بالشكل ده. امال مين؟ طب والجواب؟ جواب ايه وغيره ايه يا راجل يا خرفان انت؟ مش عرفك انه مبعوت لمراتك؟ ده لا في اسم ولا توقيع، يعني ممكن يكون مبعوت لاي حد تاني غير مراتك، ممكن يكون دخل بيتكم غلط. مصلحي إذا احتجت أي حاجة أنا موجود. بالمناسبة أنت ساكن فين؟ في لوكاندة السعادة في العتبة الخضراء. ما
انت لسه صاحي يا حبيبتي؟ سرحان في ايه؟ لا ده واحد بلدياتي عنده مشكلة وكان جاي ياخد رأيي فيها. بعد نص الليل؟ ليه؟ هو مفيش صبح؟ أصله كان صاحبي زمان. انتوا صوتكوا كان عالي قوي، انتوا كنتوا بتتخانقوا؟ لا أبدا، أصل مراته ماتت قريب وسابت له بنت عامله له مشكلة في حياته. سيادة اللواء جعفر أبو دونا موجود؟ الدكتور عنده جوه. ليه؟ هو ماله كفالة الشر؟ أنت قريبه؟ أيوه. يا ساتر. أنت ما وصلكش التليغراف؟ إيه الحكاية؟ أصله بيموت. بيموت؟ ايوه بيموت. اسمع، طبعا انت هتخش له دلوقتي. طبعا لازم. طيب حاول بقى تعرف هو شايل الفلوس فين. جايز يقول لك انت. ايه خير يا دكتور؟ والله احنا عملنا اللي علينا. باع الله. بقول لك ايه، النقديه، خلي بالك من حكايه النقديه. ازيك يا جعفر بيه ابو دومه؟ سلامتك الف سلام. انا مصلحي، مش فاكرني يا جعفر بيه؟ مصلحي بتاع زمان، الفيوم مركز سباهنا. افتكرت يا جعفر بيه؟ ركز معايا يا جعفر بيه وحاول تفتكر. أنا عايزك في موضوع مهم أوي. شوف، أنا عرضت نفسي على أكتر من دكتور، قالوا لي إن أنا ما بخلفش. أخد لي بالك يا جعفر بيه، دكاترة كبار متخصصين قالوا لي مستحيل أخلف، ولا عمري ما خلفت قبل كده ولا هخلف. لكن عندي بنت اكتشفت بعد 10 سنين إنها مش بنتي. أخد لي بالك يا جعفر بيه، بنتي، قصدي البنت اللي كنت فاكر انها بنتي، عندها 10 سنين دلوقتي. اتولدت ايام انت ما كنت مأمور المركز في بلدنا، ايام ما كنت بتزورني في بيتي. فاكر يا جعفر بيه؟ دي مسألة ضمير يا جعفر بيه. خلص ضميرك قبل ما تقابل ربنا. سامعني يا جعفر بيه؟ في يوم من الايام لقيت الجواب دي، الجواب ده، ويا ريتني ما لقيته، هو اللي فضح لي كل حاجة. خطك ده يا جعفر بيه، خطك ده، بص كويس، بص، جعفر بيه، جعفر بيه، قول لي وخلص ضميرك قبل ما تموت، جعفر بيه، جعفر بيه، لا، جعفر بيه، جعفر بيه، جعفر بيه. يا سلام يا سلام على قدمك الحلو.
التحريات اثبتت ان الزوج المجني عليها كان في اسكندريه فعلا ليله ارتكاب الجريمه، وان في دكتور كشف عليه في الاوتيل مساء الحادث. واتضح يا فندم ان المجني عليها كانت عامله بوليس التامين على حياتها بمبلغ كبير جدا، وثبت من التحريات ان المستفيد الوحيد هو جوزها. لازم في طرف ثالث. القضية دي عمالة تعقد. اسمع يا عادل، اعمل تحريات عن كل علاقات المجني عليها، كل الناس اللي كانت تعرفه، وبرضه نراقب تليفون الزوج. محمود بيه موجود؟ البيه لسه خارج دلوقتي. طب الست هانم مش موجودة؟ أيوة بس دي تعبانة وراقدة في السرير. سلامتها ألف سلام. بس أنا كنت محتاجها ضروري قوي. طب وحياتك بس قولي لها واحد من بلديات محمود بيه عاوز يشوف حضرتك ضروري. طب اتفضل. يا ساتر. ست نادية، في واحد كان عايز الأستاذ ولما عرف ان هو مش موجود طلب يقابل حضرتك. ما قلتلوش اني تعبانه وما اقدرش اشوف حد؟ قلت له يا ستي، لكن هو قال ان هو من بلديات الاستاذ وطلب يشوف حضرتك. طب انا نازله له. ازعجت حضرتك. اهلا وسهلا. حضرتك بلديات محمود؟ ايوه يا ست هانم، انا مصلحي بلديات البيه. هو محمود بيه ما حكلكيش عني ولا ايه؟ يحكي لي عن ايه؟ اصل احنا من اصحاب قوي زمان، من 10 سنين، بس الايام بتفوت بسرعه يا ست هانم. اتفضل يا مصلحي. انت اللي كنت عنده من يومين بالليل مش كده؟ امال بتقولي ما حكلكيش ليه يا ست هانم؟ يحكي لي عن ايه؟ عني، عن مراتي عطيات، عن ايام الزمان الحلوه قبل اللي ما يبقى وكيل نيابه. كانت ايام حلوه قوي قوي يا ست هانم. وكان ابو حنفي، لا مؤاخذه، قصدي محمود بيه، بس انا بقى كنت متعود اقول له ابو حنفي. كان لسه ايام يا ست هانم، سيبش حاجة على حالها. محمود قال لي إن مراتك توفت. إيه؟ عطيات، كنت بحبها أوي أوي يا ست هانم. يمكن ما كانش في حد في الدنيا بيحب مراته بيثق فيها قدي، لكن خلاص. شوف يا ست هانم، كانت في عليا أجمل واحدة في الدنيا. هو محمود بما حكلكيش عليها؟ يحكي لي عليها من ناحية ايه؟ اصله كان بيحبها قوي. بيحبها؟ ايوه بيحبها. زي اخته تمام يعني. هو الوحيد اللي كان مسموح له يدخل بيتي. تصوري حضرتك، هو الوحيد اللي كان مسموح له يدخل بيتي حتى وانا مش موجود. لكن عطيات ماتت خلاص، وبقيت وحداني ما لقياش حد في الدنيا غير محمود بيه. محمود بيه، محمود بيه اللي كان بيشاركني في حبها. ما تصوريش حضرتك زعل قد ايه لما قلت له انها ماتت. والله زعل قوي. هو ما حكلكيش؟ لا ما حكليش. يبقى لازم هيحكي لك، بس انت اساليه وهو هيقولك على كل حاجه. استاذن انا بقى يا ست هانم، انا يظهر تقلتي على حضرتك. انا كنت فاكر انه حكالك، والنبي تبقي تساليه. فوتك بعافيه. Thank you.
اتفضلوا انتوا. اقدر اعرف انتوا قابضين عليا ليه؟ احنا عندنا معلومات انك كنت دايما بتتردد على شقة المجني عليها، وانه في يوم الحادث بالذات شافك البواب نازل من عندها. ده مش صحيح يا بنتي. انا صحيح اعرف الهام سامي، لكن ما كنتش موجود ليلة الحادث في شقتها. طيب اتفضل. سين، اسمك وسنك ومهنتك. جيم، كمال عبد السلام، سني 35 سنة، وسيط تجاري. اكتب سمسار. ايه علاقتك بالمجني عليها؟ مفيش علاقة خاصة، بس في ناس شافوك بتتردد على شقتها أثناء غياب جوزها. ايه رأيك في الكلام ده؟ ايوه ده صحيح. ممكن أعرف السبب؟ أرجوك يا فندم اعفيني بالإجابة. يعفيك ازاي؟ دي جريمة قتل. ممكن أولع سيجارة؟ اتفضل. أنت لازم تتكلم عشان تدافع عن نفسك. كان في إيه بينك وبينها؟ كنت بحبها. طيب ممكن اعرف ازاي بدات علاقتك بيها؟ زي اللي بيحصل في اغلب العلاقات اللي من النوع ده، بيكون الزوج هو السبب من غير ما يشعر. زي اللي بيحصل في اغلب العلاقات اللي من النوع ده، بيكون الزوج هو السبب من غير ما يشعر. الاستاذ مصلحي موجود؟ لا مش موجود. طيب لما يرجع قولي له محمود رفعت سأل عليك، وانا هفوت عليه بعد ساعة. اهلا 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 يا محمود بيه. اتفضل ادخل يا راجل البيت بيتك، هو انت غريب؟ اتفضل. انت نورت البيت. تعالى يا عطيات، تعالى اما اعرفك على صديقي اللي كلمتك عليه، الاستاذ محمود رفعت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سلمي عليهم مال ما تتكسفيش. هو ده بقى يا ست اللي هيتعين وكيل نيابه، وقال ايه عايز يسيبنا ويروح البندر. اعمل ايه يا مصلحي؟ اتفضل اتفضل. شكرا. ما هو بيني وبينك الحياه هنا بقت ممله. اللي بيحصل النهارده هو اللي هيحصل بكره، والايام بتفوت من غير ما نحس بيها. ولا انت رايك ايه؟ مش كده برضه؟ فعلا عندك حق، خصوصا بالنسبه للست. اهو الراجل بيلاقي اللي يشغله، لكن الست هتعمل ايه غير انها تستنى؟ جرى ايه يا جماعه انتوا بتتكلموا كده ازاي؟ انت بسك منك مش متجوز؟ ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تكون زي عطيات كده، وانت ما تزهقش ابدا حتى لو عشت في الصحراء. اسمع منك ربنا يا مصلحي. يا رب. على العموم انا الايام دي بحط غلي في شويه روايات جايبهم معايا. الله، هو انت كمان غاوي؟ غاوي ايه؟ اصل يا سيدي عطيات ما بتسيبش الكتاب من ايدها. صحيح. ويا ترى بتقرا ايه؟ قصص. الله، يبقى خلاص حس كده نتبادل القصص. طب يا سيدي متشكرين قوي. لا مؤاخذه، نسيت اسالك تشرب قهوه ولا شاي؟ انا عارفه بيحبها مظبوط. طبعا اذنكم. اتفضل. هما الستات كده محتاجين لحاجه تشغلهم. ومن يوم ما اتعرفت عليها وهو كان دايما يشجعني على زيارته في البيت. وكنتوا بتعملوا ايه هناك؟ كنا بنلعب ونشرب ونتكلم في الشغل. في الجو ده هو كان بيستفيد. ازاي يعني كان بيستفيد؟ يعني يعمل مقاولات، صفقات، حاجات كده. والمجني عليها كانت بتبقى موجوده؟ مش على طول، كانت دايما مشغوله. ساعات كانت بتيجي تقعد معانا لما يكونش عندها شغل. وابتدت علاقتكوا ازاي؟ اهلا، ايه المفاجاه دي؟ صباح الخير. صباح النور.
ترى على فين؟ نازله زور ماما. انت بقى من البندر؟ ايوه. عشان كده بقى متضايقه من الحياه هنا؟ يعني اديني كل كام يوم بنزل البندر واشوف ماما واشتري شويه حاجات، اهو برضو تغيير. وحضرتك نازل البندر ليه؟ ابدا، انا ناوي اروح سينما، في فيلم كويس بيتعرض دلوقتي، ايه رايك لو عزمك؟ يا خبر يا استاذ محمود، معقول اروح سينما من غير ما سلحي؟ هو لو انه ما بيحبش السينما وان راح بيبقى غصب عنه وينام فيها. هايل. متشكرين قوي يا ابو حنف. عطيات قالت لي انك دفعت لها اجره السكه. ده اقل واجب يا مصلحي. ما هو اختك برضه. طبعا. من ساعه ما جبت لها الروايات وهي نازله فيهم قرايه، تقولش اتولدت وفي ايديها كتاب. مع اني ما اطيقش اقرا الجورنال حتى. مصالحه يا فندم. مين؟ تليفون. اللهم اجعله خير. عن اذنك يا ابو حنف. طيب اجي معاك. عيب يا راجل، ده بيت. التليفون. ايوه بس ما يصحش، مش هتاخر عليك. يا واد جاي تتفاضل. مساء الخير يا استاذ محمود. مساء الخير. اتفضلي. انا خلصت دول. عجبوكي؟ قوي. وانت عجبك الفيلم؟ يعني خسارة انه فاتك، لو كنت سمعت كلامي كنت انبسطت قوي. معلش، ياما بتفوتني حاجات كتير. عطيات، انا حاسس انك مش سعيدة. ليه؟ يمكن عشان مش انا اللي اخترت الحياة دي. صحيح مسلحي بيحبني، لكن مش قادر يفهم انا عايزة ايه. انا ساعات بحس اني زي كراسة من الكراريس اللي بيصححها، ومجرد ما بينتهي من تصحيحها بيرميها. قبل عطيات بتسلم عليك وبتقولك هي خلصت الدور وهتلاقي. طيب يا عيشة، يبقى فوتي عليا بكرة زي دلوقتي. إليك اليوم حسب الميعاد، لأن مصلحي أصر على اصطحابي لزيارة بعض الأقارب. سأذهب إلى البندر غدا وسأنتظرك الساعة 10 صباحا كالمعتاد، وحتى نلتقي لك كل الحب. بعد كده ما بقيناش قادرين نبعد عن بعض. اتفقتوا مع الجواز؟ ايوه، كان المفروض يتم الشهر اللي فات. وايه اللي عطله؟ في الاول جوزها ما كانش راضي يطلقها، وبعدين حاولنا معاه، حتى هي عرضت عليه فلوس عشان يسيبها، وافق بس رجع يماطل تاني. وما كانش عاوز يطلقها ليه؟ قال انه بيحبها ومش قادر يسيبها. وبعدين يا محمود هنعمل ايه؟ انا خلاص ما بقتش قادره استحمل الوضع ده. انت مش بتقول انك بتحبني، تبقى ازاي تقبل اني اكون لراجل تاني غيرك؟ وانا في ايدي ايه بس عطيات؟ ما انت عارفه ظروفي كويس. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش مستقبلي هيبقى ايه. انت زعلت مني يا حبيبي؟ لا ابدا، أنا كمان في نفس الحيرة والعذاب اللي أنت فيه. ولحد إمتى هنفضل في العذاب ده؟
أنا خايفة يا محمود، خايفة لحسن مصالح يحس بحاجة. أنا هتصرف، بس أنت اديني فرصة لحد ما أرجع من مصر وأعرف ظروف تعييني. صباح الخير يا استاذ مصالح. استاذ محمود اهلا وسهلا، ايه الظروف السعيده دي؟ متشكر. مبروك تعيينك في النيابه. الله يبارك فيك. عاش من شافك يا راجل، كنت مستخبي فين المده دي كلها؟ الحقيقه انا كنت في مصر. ده انت بقالك يجي شهرين ما حدش شافك. اصل بصراحه كنت بخلص اجراءات التعيين. انا كنت عايزك في كلمتين يا مصالح. قوي قوي، اصلك مره واحده اختفيت، ده حتى عطيات سالتني عليك كذا مره. وازيها؟ هو في حد قدها دلوقتي؟ تعرف يا محمود انا كمان الدنيا كلها مش سايعان. خير ان شاء الله. اخيرا بعد 5 سنين هبقى اب. عطيات حامل، ما كنتش مصدق نفسي. تصور كل يوم اعين الواد واطمن عليه، وانا كمان مش بخليها تحط ايدها في حاجه ابدا. مش ممكن تتخيل فرحه العيله كلها بالحكايه دي. الله، مالك يا ابو حنفي؟ ابدا، اصل افتكرت مشوار مهم ولازم اروحه دلوقتي. مش معقول، انت لازم تيجي تتغدى معايا وتبارك العطيات. معلش وقت تاني، اصل مستعجل شويه. والموضوع اللي عايز تكلمني فيه بعدين؟ بعدين. الف مبروك يا استاذ مصلحي، وسلم لي على العطيات. طيب يا سيدي، بس ما تتاخرش علينا. لكن في ناس شافوكم سهرانين مع بعض قبل سفر اسكندريه بليله واحده. ابدا ما حصلش. انت عرفت ان المجني عليها كانت عامله بوليس التامين على حياتها بمبلغ كبير؟ لا، وهعرف منين؟ الزوج ما قالكش؟ ويقول لي ليه؟ معلش يا عادل، انا تعبت. استمر انت معاه وانا هبقى اتصل بيك بالتليفون. طيب عايشة، متشكر. حبيبي وصلتني رسالتك، وانا زعلانة منك خالص لاني بقالي مدة كبيرة ما شفتكش. وبعدين معاك يا محمود، انت عاوز ميعاد القطر يفوتك ولا ايه؟ انا حالا حجهز الشنطة. طب يلا اعمل لك همة عشان تلحق تسلم على الناس اللي مستنيينك دول. حبيبي وصلتني رسالتك، وانا زعلانه منك خالص لاني بقالي مده كبيره ما شفتكش. اخص عليك يا محمود، ما عندكش فكره قد ايه الدنيا مسيعاني من الفرحه لما عرفت اني حامل. عارف من مين؟ منك انت يا محمود. تصور، ودلوقتي عايز اشوفك بسرعه بسرعه عشان عندي حاجات كتير عاوز اكلمك فيها. محمود، يعني ما قلتش انك جيت؟ اصل حبيبتي ايه، افتكرت انك نايمه. انت ليه نزلت من السرير؟ هقول لزينب تحضر الغدا. قولي يا محمود، انت ما كلمتنيش ابدا عن حياتك قبل ما نتجوز. ما هو لو كان فيها حاجه تستحق كنت قلتلك عليها. يضايقك لو اعرف؟ تعرفي؟ تعرفي ايه؟ علاقاتك، يعني الستات اللي عرفتهم. وايه المناسبه؟ ابدا، اصلك عمرك ما كلمتني في الموضوع ده. لان ما كانش في حاجه. أنا قبل ما أتجوزك ما كنتش بقعد في بلد واحدة. ما أنت عارفة بقى اللي بيشتغلوا في النيابة. هقولك. يعني عمرك ما كان ليك علاقة بأي واحدة ست؟ إيه بس يا حبيبتي؟ بقى بعد 5 سنين جواز
جاي تسأليني سؤال غريب بالشكل ده؟ أبدا، مش عارفة ليه خطر في بالي. عن إذنك. نادية، في حد سأل عليا النهاردة يا زينب؟ أيوة يا سيدي، في واحد جه سأل على حضرتك بعد ما خرجت على طول، والهانم قابلته. معرفتيش اسمه إيه؟ اسمه الأستاذ مصلحي موجود؟ أيوة، أوضة 14. متشكر. محمود بيه؟ محمود بيه هنا؟ ده إيه الشرف الكبير اللي نزل علينا ده؟ اتفضل اتفضل اتفضل. اسمع يا جدع، أنت بطل الأمور الهبالة على الشيطانة دي. أنا إذا كنت استحملتك المرة اللي فاتت، المرة دي مش هستحملك. أنت إزاي تروح بيتي وأنا مش موجود؟ يظهر إنك مش عارفني كويس ولا نسيت أنا بشتغل إيه دلوقتي. العفو العفو يا محمود بيه. تليفون مني أحطك في مستشفى المجازيب، أنت فاهم؟ أنا لغاية دلوقتي مش عايز أعمل أي حاجة، لكن إياك تهوب ناحية بيتي مرة تانية. وحياتك أنا ما كنت أقصد حاجة، أنا كنت بس جاي أقول لك إن جعفر بيه أبو دومة تعيش انت في 60 داهية. عقبالك انت راخر اما تحصله وهرتاح من خلقتك. بابا تعالي تعالي يا دانيا يا بنتي. مين ده يا بابا؟ قلتلي انك كنت تعرف ان المجني عليها عملت اخيرا بوليس التأمين بمبلغ كبير. يا فندم انا سبق قلت ما اعرفش حاجة عن الموضوع ده، وهعرف منين بس؟ من الزوج طبعا. والزوج هيقول لي ليه؟ بصفتك هتكون المستفيد الجديد بعد ما يطلقها. يا فندم انا علاقتي بيه ما تخرجش عن كونها علاقه شغل، هي دي كل الحكايه. وبعدين انا كنت بقابله عشان اتفاهم معاه على اجراءات الطلاق. طيب ما اتفقش معاك على اي مشاريع؟ لا. مشاريع ايه بس؟ الشغل، خصوصا وان احوالك الماليه يعني. انا يا فندم صحيح كان في بيني وبينه شغل، بس خلاص خلص. وبعدين انا كنت بقابله عشان موضوع الطلاق. عندك اقوال تانيه تحب تضيفها؟ لا يا فندم، ده كل اللي عندي. طيب انت تقدر تتفضل دلوقتي. شكرا. بس بلاش سفر اللي من دول. اعمل لي تحريات دقيقة عن أحواله المالية، وراقبه كويس، وشددوا الرقابة على الزوج. في حاجة في ذهنك يا فندم؟ مجرد افتراض جايز يتحقق. ألو؟ أيوة. إيه؟ طب أنا جاي حالا. أنا آسف، اضطريت أضحي بالجنين. ما أخبيش عليك، حياة نادية كانت في خطر. عملنا كل اللي نقدر عليه. المهم دلوقتي لما تقوم بالسلامة تشيلوا من دماغكم فكرة انكم تخلفوا تاني. ما تتصورش يا دكتور قد ايه كان نفسي اتخلف. ممكن اشوفها؟ اتفضل، بس مش كتير. Thank you.
صلحي. اهلا يا ابني، ازيك؟ عاش من شافك. اتفضل يا ابني، ايه اللي عمل فيك كده يا ابني؟ الزمن. يا مصلحي، يا مصنع، ما حدش شافك من قبل ما تجيب ابني ما يسافر بسنين. هو سافر؟ ايوه. هو انت ما تعرفش؟ بهاجر كندا من سنتين واتجوز هناك، وهو بعت لي جواب الاسبوع اللي فات قال انه خلف كمان. ايوه، لما اروح اوري لك صوره مراته وابن. لا مفيش داعي تتعبي نفسك. الله يا ابني، ده انت ما قعدتش. يا ابو صالح افندي، لقيت الناس اللي كنت بتدور عليهم؟ ايوه، واحد مات والتاني هاجر. انزلي انت دلوقتي يا داليا، روحي العبي تحت. اتأكدت دلوقتي ان انت. ايوه انت، مش ممكن يكون حد تاني. انت اتكلم تاني يا مصلحي. بقى ده جزاء اللي جاي اطمن عليك واشوفك عملت ايه. تطمن عليا ولا جاي تشوف بنتك؟ ها، ايه رايك؟ عجبتك؟ داليا فعلا زي بنتي، عشان كده فكرت اجيب لها اللعب دي وانا جاي، لان متصور انك مهملها ومشغول عنها بالكلام الفارغ اللي مالي دماغك ده. يعني ايه؟ حد يبقى عنده بنت زي داليا ويقول انها مش بنته؟ عايز ايه اكتر من كده؟ عايز اعرف، عايز اعرف. يمكن لما اعرف ارتاح. كفايه انها معاك وبتقول لك يا بابا. في ناس كتير محرومين من الكلمه دي. سالني انا. اسمع يا مصلحي، مش جايز انت عايش في وهم، وان البنت بنتك بصحيح. وهم ايه انت كمان؟ انت عايز تجنني؟ طب تقارير الدكاترة وهم هي كمان؟ ايه يعني تقارير الدكاترة؟ المهم انت احساسك ايه؟ انا ما بقتش عارف حاجة خالص. يا ريتني ما شفت الجواب ولا عرفت. لكن لا، لازم اعرف مين اللي هدم حياتي وهعرفه. ايوه قتلتها. ايوه انا اللي قتلتها في لحظة جنون. كنت متأكد اني مش هتكشف. قتلتها، قتلتها. لكن ما كنتش لوحدي، جوزها كان مشترك معايا. لكن ازاي جوزها اشترك معاك وهو كان في اسكندرية ساعة ارتكاب الحادث؟ هقول لك كل حاجة. قول. لما جوزها شاف انها ابتدت تتعلق بيا وبدأت تكلمه عن الطلاق. واحدة واحدة. حاسس ان كل حاجه هتضيع منه، وفي ليله سكرني طينه وفتحني في الموضوع. في الاول انا رفضت، لكن هو كشفني وفهم نقطه الضعف اللي فيا. ايه هي نقطه الضعف اللي فيك؟ جاي لحضرتك. اتفق معايا ان اقتلها ونطلع بمبلغ التامين وهو بالثروه. الشيطان لعب في دماغي ان المبلغ كبير. رحت له بعد اسبوع لقيته مستنيني ورسم لي الخطه كلها. هو يسافر اسكندريه وانا استنى هنا معاه. وانت؟ وانا معروف اني بحبها وكنا خلاص هنتجوز ومش ممكن حد يشك فيا. لكن لسوء حظك
النيابة بتشك في كل حاجة. محكمة! فتحت الجلسة. النيابة. قضيتنا يا حضرات القضاة، وإن بدت للوهلة الأولى قضية تقليدية، إلا أنها مع ذلك جديدة كل الجدة. أطرافها الثالوث الخالد، الزوج والزوجة والعشيق. إلا أنها مع ذلك قضية جديدة كل الجدة. جوهرها الخيانة، نعم، فهي من مستلزمات مثل هذه القضايا، حيث يتسلل شخص منعدم الضمير هو العشيق. يتسلل هذا العشيق من نافذة منزل الزوجية المقدس، ناشرا رائحة الخيانة العفنة، ضاربا بكل القيم الإنسانية عرض الحائط. أقول إن هذا الجانب متوافر في قضيتنا، ولكن إلى جواره يوجد جانب آخر. فبدلا من أن تنتهي المعركة بخروج أحد الخصمين تاركا الساحة للآخر، وهنا الجديد في قضيتنا، وهو أيضا لا يعدم شيئا من غرابة، لم يستمر الخصمين كخصمين، بل اتفقا. ويا لبشاعة الاتفاق. اتفاق طرفاه زوج مخدوع وعشيق طامع، والضحية إنسانة عانت الكثير من المتاعب في حياتها الزوجية، وعندما وجدت الحب أو خيل إليها أنها وجدت، سقطت بين أنياب وحش مفترس لم يتورع عن معلش يا محمود، أنا عارفة إن اللي حصل ده من زعلك. نادية، أنت كان نفسك في طفل، وأنا كمان، لكن هنعمل إيه بقى؟ نصيبنا كده. أحلف لك بإيه إن اللي حصل لي ده كان سببه الإرهاق. اسمع يا محمود، أنا ما عنديش مانع إنك تتجوز. إزاي تقولي كلمة زي دي؟ أنا لو زعلت هيبقى عشانك أنت. يعني لسه بتحبني؟ أنت اللي بتسألي السؤال ده. جالك مرة في نص الليل؟ قصدك مصلحي؟ مش فاكرة اسمه، انما انت قلتلي ان ظروفه وحشة، وان موت مراته مؤثر عليه قوي، وما بيبطلش سكر. ايوه، ماله؟ طب ايه رأيك لو نعرض عليه اننا نربي بنته؟ طيب وفرضي ما وافقش؟ البركة فيك انت بقى، كلمتين كويسين منك يخلوه يوافق. انت شفت البنت؟ شفتها؟ لا، ما شفتهاش. هشوفها فين؟ على كل حال انت تروح له وتحاول تقنعه. قلت ايه يا محمود؟ حاضر يا بيه.
الاستاذ مصلحي فوق؟ لا، دفن الحساب بتاعه امبارح ومشي. مشي راح فين؟ ما نعرفش. ما قالش انه هيرجع هنا تاني؟ لا. طيب لو سمحتي لما يرجع تتصلي بيا فورا وتقولي له ان انا عايزه ضروري، عندك هنا الاسم والتليفون. طيب حاضر يا بي. متشكر. مالك يا محمود؟ بقالك مده مش عاجبني. متضايق شويه. طب ايه رايك في اللي خلصك من الضيقه دي؟ ازاي؟ نسافر. نسافر فين؟ اي مكان، احنا بقالنا مده ما سافرناش، نغير هوا. انا متاكده انك هتستريح بعد الرحله دي. انا هسافر فعلا، بس الفيوم ومش اي مكان تاني. اشمعنى الفيوم؟ ادور على مصلحي، لازم الاقيه باي طريقه. اصلك ما تعرفيش من ساعه ما شفت بنته المسكينه شفتها؟ ايوه، ومن ساعتها مش قادر انساها. الو. ايوه انا. امتى؟ كده. طيب متشكر يا مدام، متشكر. مين يا محمود؟ دي صاحبة اللوكاندا اللي كان فيها مصلحي. ايوه يا سيدي حاضر، دقيقة واحدة وجاي لك. مساء الفل. قول ايه؟ مين يا مسا؟ ما تيجي تقعد معايا. تعالى اقعد معايا والنبي. ده بقى ازاي 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 ما هي؟ والله زينب حالها. انت مش مرته. يا اخي اقعد يا اخي. اسمع يا جدعان. ايوه يا سيدي طلباتك. الاستاذ مصلحي ما جاش؟ اه مصلح افندي. كان هنا من نص ساعة، خد المعلوم ومشي على طول. ما تعرفش راح فين؟ هو لا مؤاخذة حضرتك مين؟ يبقى اقول له محمود رفعت. اه مش طول كده من الصبح، ده سايب لك ورقه معايا. اتفضل. ازاي ده لسه مليانه؟ يا جدع خد مطرحك بقى. الأستاذ مصلحي موجود؟ نقول له مين يا حبة عيل؟ قولي له محمود رفع. مين يا بدي يا عصام؟ واحد بيسأل على مصلحي قبلتي وبيقول اسمه محمود. أهلا وسهلا محمود بيه، اتفضل عندنا كل اللي في نفسك. اتفضل. اهلا يا محمود بيه، اخيرا شرفت. كنت متاكد انك هتيجي، انا ظني ما يخيبش ابدا. تفضل يا جماعه، احب اقدم لكم صديقي العزيز، صديقي العظيم، صديق الطفوله والشباب، صديقي المخلص بالقوي قوي، سيادة وكيل النيابة. يا نهار اسود النيابة. ايه؟ مش مصدقين؟ بشرفي ده وكيل النيابة بحق وحقيقي. مصلحي، أنت يا مدهون على عينك. ايه؟ وسحبني النيابة في ستك السوداء لحد هنا؟ لا 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 لا، ما تخافيش. دي نيابة مع إيقاف التنفيذ. مساء الخير. مساء الخير.
أنا بقى زي ما أنت شايف كده مش فاضي، فوت علينا أمس. بس بدري شوية. أنا لازم أتكلم معاك حالا. إذا كنت مصمم قول اللي عندك. أنا عايزك على انفراد. إحنا مفيش بينا كلام سر، والجماعة دول إخواني وحبايبي وأصحابي، وأنا ما بخبيش عليهم حاجة أبدا. اسمعوا يا جماعة، أنا هقول لكم الحكاية. هتقوم معايا ولا لأ؟ ده رأي يا جماعة، ما تاخدهمش يا بيه، أصل دول جماعة سطر زي ما أنت شايف. ما تقوم معايا مصلحي، يمكن عايزك في كلمة سر ولا حاجة. قوم خش جوه في أوضتي فاضية ما فيهاش حد. خلاص أمرتي يا قمر. بس قمر تخين شوية. اتفضل يا محمود بيه، اتفضل. تشوف لنا كاس يا عمر. يا سيد، بصحتك ازاي تجيب البنت في مكان حقير بالشكل ده؟ عمري ما كنت اتخيل انك تبقى بالسفاله دي. وانت مالك بنتي وانا حر فيها؟ انت عارف انها مش بنتي. لا بنتي، وكل الناس عارفين انها بنتي. ولا تحب اوريك البطاقة او شهادة ميلاد؟ انت احقر واخس بني ادم شفته في حياتي. شكلك حلو قوي وانت بتتكلم عن الحقارة والخس. ناقص كمان تكلمني عن الضمير والاخلاق والشرف. الكلام ده ملوش لازمة دلوقتي. اسمعني يا مصلحي، انا جاي اتفاهم معاك. سيبنا من اللي فات وخلينا في النهاردة. بتتكلم على كيفك؟ انت عارف النهارده ايه بالنسبه لي؟ مفيش. انا حياتي كلها كانت امبارح. امبارح كان كل حاجه، البيت والزوجه والبنت والمدرسه. امبارح كنت بني ادم، النهارده انا ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ كل ده راح مره واحده كده زي ما يكون حلم. يا مصلحي، اللي حصل كان اقوى مننا كلنا. انا معترف اني مسؤول عن كل حاجه ومستعد اتحمل النتيجه. النتيجه؟ لو كنت اضمن ان قاتلك يشفي غليلي. فو يا مصلحي، فو ما تنساش انت بتكلم مين. انت عاوز ايه؟ البنت. بنت يا مصلحي، المرة دي مش هتخلى عنها حتى لو اضطريت اني امسحك من الوجود. انت عارف ان ده في ايدي، مش بعيد عليا. انا مقدر المأساة اللي انت عايش فيها، لكن انا كمان في مأساة من ساعة ما شفت البنت وعرفت انها بنتي من لحم ودمي، والحياة بقت عذاب. استغفر الله يا محمود بيه، ودي تيجي تبقى بنتك اللي من دمك موجودة وتخلي راجل غيرك يربيها؟ انا مستعد انفذ لك كل اللي تطلبه، مستعد ادفع لك كل اللي انت عايزه. بس انا بقى مش هبيع البنت. وانا مستحيل اسيب بنتي، مش هسيبها، انت فاهم؟ ادفع بره.
امشي، مش عايز اشوف وشك تاني. بعمل بلوفر لداليا عشان الشتا. طول عمرنا نجري ورا ابوها عشان يسيبها لنا. بس ده مجنون. ليه مجنون؟ انت لو كان لك بنت كنت تتخلى عنها. بس ده معيشة في بيت قذر، في بيت دعارة. ابوها يا اخي هو حر فيها، احنا هنفضل رابطين حياتنا بيه هو وبنته؟ اذا كان الموضوع ده تعبك يا محمود، اتجوز واحدة تانية وخلف منها. اتجوز؟ نادية انت بتقول ايه؟ اعمل لك ايه بس يا محمود؟ انت بتصرفاتك جبت جرحني، بتخليني احس اني سبب في كل اللي بيحصل ده، لاني مش قادره اساعدك واحقق لك اللي انت عايزه. ما تقوليش كده يا نادية، ارجوكي ما تفهمينيش غلط، انا سعادتي معاك انت وهفضل طول عمري احبك. اللي جابك هنا تاني؟ انا ما عدتش عايز اشوفك. صدقني يا مصلحي انا خايف على البنت، انت برضو انسان متعلم وتقدر مصلحتها. وبعدين؟ وبعدين حاول تنسى اللي فات ونبتدي من جديد، احنا تعودنا على البنت
وهي كمان. طب وانا؟ انا هعوضك قد ما اقدر. وانت في اي وقت عايز تشوف البنت تعال. انت برضو اللي ربيتها. قلت يا ابو صلحي. انا هقول لك حاجه غريبه. انا لما جيت وراكوا اسكندريه كان قلبي مليان بالحقد والكره. كنت عايز انتقم. لكن لما شفتكوا والبنت بتلعب معاكوا لقيتها سعيده ومبسوطه وحلوه ونظيفه. تصور ساعتها فكرت اسيبها لكم وامشي. لكن يا مصلحي ايه اللي منعك؟ ساعتها افتكرت كل اللي فات. لما لقيتكم متعلقين بالبنت قلت احرق قلبكم وقلبك انت بالذات واخليك تجرب اللي انا عايش فيه. انت انسان طيب يا مصلحي. انا متاكد ان قلبك مش هيسمح لك تعمل حاجه وحشه ابدا. طيب انت ما تعرفش الطيب ده لما انجرح عمل ايه؟ قصدي كان ممكن يعمل ايه؟ انت جاي هنا تعمل ايه؟ انا خلاص زهقت من اللعبه دي. يعني هتديني البنت؟ البنت بنتي ومش هتخلى عنها. امشي اطلع بره. مش همشي غير لما اخد البنت. وديت البنت فين يا ابو صلحي؟ اتكلم يا ابو صلحي. مش هقول لك داليا فين. فين البنت؟ مش هقول لك داليا فين. وديت البنت فين؟ اتكلم لك. خلص عليك. لازم تعيش اللي عشته يا محمود يا ريت. فين البنت؟ لازم تعيش اللي عشته. مش هقول لك داليا فين. لازم تعيش اللي عشته يا محمود يا رفعت. لازم تعيش اللي عشته. اتكلم يا ابو صلحي. ايه الحكايه؟ انت كنت بتتخانق ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ ما تقول لهم يا سعاده البيه. احكي لهم يا حضره رئيس النيابه المحترم.
سمحت. ايوه يا فندم. الدكتور نجيب موجود؟ لا. امال يكون فين؟ في سوق الحمير. دي صغيره دي يا ضلال، دي كسره ثلاثه هم ومنطوطه ثلاثه كمان، ويا عالم دي لسه صغيره. صغيره دي منظور خالتك يا دكتور نجيب. اديني جبت لك البنت اهي، ما يغركش منظرها كده. دي عجوزه. عجوزه؟ قول له والنبي، ده احسن بيقول انها مولوده هتمه. اسمع يا راجل انت، هتمه ولا عجوزه؟ انا قلت كلمه وخلاص. ايه رايك؟ لا يا بيه لسه بدري قوي، شد عليك شويه. يا بيه انا بكلمك على البيت. يا راجل يا ضلالي، دي لسه بسنان اللبن. حرام عليكم يا عالم يا كفر، هفرحوا من ربنا فين؟ دي لسه ما كملتش 10 سنين، ازاي تتجوزي ليلات دي؟ هو ما فيش ضمير ولا ما فيش ضمير؟ خد يا بيه، والله ما عاد معايا غيرهم، والمأذون يستنى المحصول. اديك سامع بنفسك، المأذون يستنى المحصول. امر لله. مشيني يا بيه، الله لا يسيبك. الدخله الليله. الدخله الليله؟ تعالى يا بنت. انت كسره كم سنه يا بنت؟ صباح الخير يا دكتور نجيب. صباح الخير يا اخويا. ما صباحش ليه؟ عندك حاجه انت راخر عايزه تتسنن؟ لا مؤاخذة. أهلا. أهلا يا أستاذ محمود. روح يا راجل أنت، خليهم يختبارك في المكتب. أهلا أهلا يا أستاذ محمود. أهو تحايل على المعايش يا أستاذ محمود. الواحد هيعمل إيه؟ يعني أنت ما لقيتش غير تجارة المواشي. أي كلها تجارة. على الأقل أنظف من التجارة في البني آدمين. ما تشوف الدكاترة الكبار عندكم في مصر بيعملوا إيه؟ كل شهر والتاني بيرفعوا الفيزيتا 5 جنيه مرة واحدة. بذمتك مش دي تجارة في أرواح الناس؟ على رأيك. قول لي يا دكتور نجيب، فاكر مصلحة فندي عبد الدايم؟ فاكره طبعا. بعيد عنك، ده بعد مراته ما ماتت محدش شاف خلقته. ناس بيقولوا انه اتجنن، الظاهر انه كان بيحبها قوي. ما تعرفش ماتت ازاي؟ ماتت ازاي؟ ماتت زي ما خلق ربنا ما بتموت، اجلها انتهى. قول لي يا دكتور نجيب، انت طبعا اللي طلعت لها تصريح الدفع. طبعا. كشفت على الجثه؟ نعم. بقول لك وقعت الكشف على الجثه. استاذ محمود، انت بتكلمني بصفه رسميه ولا؟ لا طبعا، بصفتي صديق. صديق؟ طب نقفل الباب بقى. طب بصفتي صديق برضو، ممكن اعرف انت مهتم بالموضوع ده ليه؟ لاني بشك انها ماتت موتة مش طبيعية. يا نهار ازرق، ايه قتلت؟ مجرد شك. لا 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 لا، شكك مش في محله يا أستاذ محمود، الشك يا حبيبي. يعني ما كشفتش عليها؟ بصراحة لا، أصل مش معقول كل واحد يموت أروح أكشف عليه، إلا إذا كان في حادثة أو شكوى أو أي حاجة تثير الاشتباه. طب إيه رأيك بقى؟ أنا عايز الجثة تشرح. ليه بس؟ دي مسؤولية كبيرة قوي. من ناحية المسؤولية ما تخافش. كويس انك جيت، انا كنت عايزة اتكلم معاك. تحت امرك يا استاذ. اتفضل. شربت حاجة؟ الحمد لله. زينب عملت ايه؟ انا زعلانة منك يا مصالح. ازاي تاخد داليا من غير ما تقول لنا؟ اسف يا استهان، كان المفروض استاذنكم عشان اخد بنتي، بس محمود بيه ما استاذنيش لما خطفها مني. خطفها؟ ايه الكلام ده يا مصالحي؟ ليه؟ البيه جوزك ما قالكيش؟ لا طبعا، اللي انا فهمته انه اتفق معاك ان البنت هتفضل معانا. ايه الحكايه يا مصالحي؟ انا شايفه حاجات غريبه بتحصل. قولي بصراحه، هي داليا مش بنتك؟ غريبة، كنت فاكر انه قالك. كان طبعا ما يقدرش عشان جبان ونادل. انت جننت؟ ازاي تكلم
جوزي بالطريقه دي. اصلك ما تعرفيش عمل فيه ايه. ما حافظش على بيتي وعرضي. داليا بنت جوزك المحترم يا استهاني. وعارفه مخلفها من مين؟ من مراتي. من مراتي ابن الكلب. معلش انا عذرك برضه لانك عشت طول عمرك مخدوع زيي. ومع كل انا عاوزك تقولي للبيه جوزك انه يبعد عن سكه احسن له، والا هطبع حفونه فوخه. فوتك بعافيه. وفاة جنائية، وعلى العموم هنتأكد. يا رفعت عشان احذرك، انت ماشي في سكه خطر. ايه خايف يا مصلحي؟ انا بس عايز اعرف انت ناوي على ايه. انت نسيت ان راجل قانون يعني لازم ادي واجبي؟ بس انا كمان مش هسكت. وانا كمان مفيش حاجه هتمنعني عن اداء واجبي. طب ووظيفتك ومستقبلك والفضيحه يا حضره وكيل النيابه؟ كل ده اصبح بالنسبه لي مش مهم. حتى بنتك داليا؟ قصدك ايه؟ قصدي اننا نتفق مع بعض. انا بقول تاخد بنتك اللي انت هتتجنن عليها تعيش معاك، ولا كأن في حاجه حصلت. والتمن؟ تقفل بقك وما تتكلمش. واذا اتكلمت؟ تبقى تقول على بنتك يا رحمن يا رحيم هقتلها. يعني بتساومني على البنت؟ عاوز اسلم رقبتي للمشنقه؟ عاوز تقتلني مرتين يا محمود يا رفعت؟ لكن لا، المره دي لا. أنا هسيبك تفكر وعقلك في راسك تعرف خلاصك. فكر كويس يا محمود يا رفعت. كنت شاكة، لكن ما كنتش أتصور إن ده ممكن يحصل لنا. زمان من 10 سنين وأنا لسه ببتدي في أول حياتي قابلت إنسانة كانت محرومة من الحب. جزء
عزة ما كانش مهتم بيها، كان بيعملها زي أي كراسة من كراريس التلامذة. بمجرد ما ينتهي من تصحيحها يرميها. مرات مسلحي مش كده؟ أيوة، الست دي حبتني وأنا كمان تهيألي إني حبيتها، لكن كانت في الحقيقة مجرد نزوة. فكرت ساعتها إني أنا أتجوزها، لكن طبعا ما كانش ممكن. بسرعة زي أي شاب نسيت الموضوع ده وانشغلت بحياتي ومستقبلي وبالنيابة ومشاكلها، لحد ما جه مصلحي وقال إن الحمل ده مني أنا، وإن داليا تبقى بنتي مش بنته. ما كنتش أتصور إن غلطة زي دي ممكن يقع فيها آلاف الشبان، هتفضل تجري ورايا السنين دي كلها. محمود، أنا عايز أسألك سؤال بس تجاوبني بصراحة. لو كنا مخلفين كنت جريت ورا داليا كده؟ كنت اعترفت بيها؟ أنا مش عارف أقول لك إيه. يعني إيه مش عارف؟ لا أرجوكي حاولي تفهميني، أنا دلوقتي في موقف صعب. مصلحي قتل مراته. بتقول إيه؟ هي مش ماتت موت طبيعي؟ لا، لما شكيت فيه طلبت إخراج الجثة وتشريحها، اكتشفنا إنه قتلها بالسم البطيء عشان ينتقم منها. وهو فين دلوقتي؟ من ساعة كان معايا وكان بيساومني. على إيه؟ إنه يديني البنت بشرط إني ما بلغش عنه، وإذا رفضت هيقتلها. أرجوك يا نادية حاولي تساعديني. أنت ما سبتش لحد فرصة إنه يساعدك، ثم أنت خايف ليه؟ داليا مش بنتك يا محمود. انت بتقولي يا نادية؟ اذا كان مصلحي نفسه بيعترف بكده وعندي جواب من امها بيؤكد انها بنتي. جوابات الدنيا كلها مش ممكن تثبت البنوة. مصلحي هو اللي اداها اسم، هو اللي رباها، هو اللي اداها حبه وعواطفه واحساسه. انت مفيش قدامك غير انك تأدي واجبك وبس. والبنت ده هيقتلها؟ ما ظنش، مفيش حد بيقتل بنته. بقول لك بنتي مش بنته، ولازم انقذها. انت عارف طبعا الثمن هيكون ايه. مصلحي مش هيسكت، هيشهر بيك. المساله دلوقتي بقت مساله قانون وضمير، وفي الوضع اللي انا فيه ده ما اقدرش استمر كرجل قانون. انا هستقيل. سيبوا لي الست دي. انت اسمك ايه؟ خدمتك نوسه وبيدلعوني بنانا. انت طبعا عارفه انت هنا ليه؟ لا وحياة النبي يا سعاده البيه، ده انا عايزه كنت حتى اتصل بحضرتك النهارده عشان تخرجني من هنا. شوفي، أنا فعلا ممكن أخرجك زي الشعرة من العجين، بس أنا ليا طلب. أنت تؤمر يا محمود بيه؟ تقولي لي فين مصلحي وخبى البنت فين؟
ده ساب البيت ومشي من زمان ومعرفش راح فين يا سعادة البيت. مش عايز لف ودوران، احنا هنقبض عليه هنقبض عليه، ان ما كانش النهارده يبقى بكره. مصلحي مجرم قتل مراته وهرب. يا لهوي مصلحي! ايوه مصلحي، وفي الحاله دي لو قبضنا عليكي هيبقى ويلك ويلين، اداره بيت للدعاره والتستر على مجرم هربان، ودول على الاقل فيهم الاتنين 10 سنين. يا بنت بينك وبينه مشاكل، دخلنا انا في النص ليه وانا وليا وغلبانه؟ انا لسه ما فتحتش المحضر، ايه رايك افتحه؟ لو النبي يا بيه يستر عرضك هتكلم، ده انا هتكلم للصبح، ده انا هتكلم كلام يا بيه. لا مؤاخذه بقى يا مصلحي، ما بدهاش، ده تقل قوي. انزل وراه. ايه اللي جابك؟ وعرفتي مكاني ازاي؟ بنت ناديه، بنت ناديه. خش انت جوه، خش جوه. ما قلتليش عرفتي مكاني ازاي؟ سالت الست اللي كنت ساكن عندها. كدابه! الجبان ما قدرش يجي يتفاهم معايا. بعتك يمكن تقدري تعملي اللي ما قدرش هو يعمله. لا يا ام صالح، انا اللي جيت من نفسي. محمود ما يعرفش حاجه، هو خلاص اخذ موقف ومصر يقدمك للمحاكمه مهما كان الثمن. عشان كده انا خايفه على البنت. مفيش فايده يا ام صالح، اديني البنت وسلم نفسك. ما تخافش، الظروف اللي قتلت فيها هتخليهم يدولك حكم مخفف. انت كمان جايه تديني مواعظ؟ ابعد عني يا مجنون. ازاي ما خطرتش الفكره دي في بالي قبل كده؟ واحده بواحده. انت سكران ومش فاهم حاجه، محمود تحت والبوليس محضر البيت. ودور على بوليس الدوله هينقذك مني. ابعد عني. واحده بواحده يا محمود يا رفعت. واحدة بواحدة يا محمود. ابعد عني يا محمود. ابعد عني. واحدة بواحدة. لا انت بتروحي فين؟ واحدة بواحدة يا محمود. عملتوها يا ولاد الكلب. تعالي. سلم نفسك يا ابو صلح. هقتلك.
رصاص؟ مين اللي ضرب رصاص؟